حضراتكم بقى في آخر فقرة، وإحنا دايماً بنحب نتكلم عن نجاح المرأة، وده يمكن مش بس في الرياضة، يعني إحنا بنحب دايماً نسلط كده الضوء على المرأة ونجاحها في كل المجالات. النهاردة معانا نموذج، وهنتكلم عن هنا دعم المرأة في الرياضة، وكمان نجاح المرأة اللي تعودنا عليه، وهنجمع كده بين الاتنين ونعرف أكتر يعني الشخصية اللي معانا وضيفتنا النهاردة إزاي قدرت إن هي تنجح على الصعيد ده والصعيد ده. خلينا نرحب بكابتن منى أمين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد. صباح الخير على حضرتك، منورانا حقيقي. ميرسي، اهلا بيكي. سعداء بوجود حضرتك معانا، مشرفانا. وعايزين قبل ما نسال حضرتك اي سؤال، طبعا لازم نتوجه بكل التحيه والتقدير والتهنئه للمجلس الحالي والمجلس السابق الحقيقه على نجاح ملف تنظيم مصر لمونديال كره اليد 2021. شفنا كلنا حفل القرعه، شيء محترم جدا جدا. فاولا تهانينا، ثانيا ايه اللي عملتوه عشان توصلوا للنهايه المبهره الحلوه اللي حصلت دي؟ اولا صباح الخير، احب اهنيكم انتوا اولا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي على الابهار اللي موجود ده. الحقيقه طبعا مايا ده مش بعيد على النادي الاهلي، مبروك. كل بدو يا كابتن منى، ميرسي جدا. ثانيا الحمد لله منظومه كره اليد في مصر منظومه مظبوطه جميله جدا جدا جدا، ومدعومه من الدوله، من اول معالي وزير الرياضه للسيد رئيس الوزراء لرئيس الجمهوريه نفسه. الحقيقه كل ما بنحقق نجاح في اي حاجه بيبقى في تقدير وبيبقى في رعايه كامله. بالنسبه لطبعا المونديال ده حاجه طبعا جميله جدا، واول مره تحصل، واحنا هنعمل ان شاء الله حاجه مبهره وعظيمه ومحدش يقدر يعملها تاني بمنتهى البساطه. ليه؟ لان دي المره الاولى والاخيره اللي يبقى فيها عدد الدول المشاركه في بطوله العالم 32 دوله. طب دي اول مره. ماشي، ليه الاخيره؟ لان بعد كده مفيش ولا دوله هتقدر تعملها لوحدها. الاتحاد الدولي قرر ان يبقى يا اما دولتين يا اما ثلاث دول. يعني احنا المره الوحيده هتبقى دوله واحده اللي هتقوم بيها ال 32 دوله في نفس الدوله، دوله واحده اللي تقوم بالبطوله كلها هي مصر. بعد كده هيبقوا دولتين او ثلاث دول. قبل كده كانوا مجرد 24 فريق. جميل. فاحنا حاجه فريده متفرده غير مسبوقه، احنا مصر. طيب ممكن اروح للجنه النسائيه. تمام. وحضرتك مفروض يعني احد اعضاء اللجنه النسائيه اللي هي تم تشكيلها من قبل وزاره الشباب والرياضه، ودي اعتقد حاجه مهمه جدا، ليها رسائل كثيره اهتمام هنا والتركيز على يعني الرياضه النسائيه من كمان منذ الطفوله. فممكن نتكلم على الجزئيه دي، ان برضو منصب مهم. الحمد لله طبعا معالي وزير الرياضه يعني حاجه جميله جدا الحقيقه، الرجل في منتهى النشاط، واللي بيحدث حاليا لم يحدث قبل كده. وطبعا القيادة السياسية العليا مهتمية جدا بالمرأة. المرأة مش بس نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع ونصف هام جدا. يعني هي مع احترامي لكل الرجال النصف الثاني، ما هي اللي بتجيب النصف الثاني، وهي اللي بتربي النصف الثاني، وهي العماد اللي بتقوم عليه الأسرة. فالاهتمام الحالي بالمرأة ده اهتمام نابع من التقدير والفهم لموقف المرأة في مصر. الحمد لله اللجنة شكلت، الحمد لله معالي وزير الرياضة كان في ثقة فيا، الحمد لله رب العالمين. وأنا واحدة من فطاح السيدات بيشتغلوا في الرياضة من زمان، يعني مجموعة يعني قوية جدا، ونأمل إن احنا نعمل فرق في مجال الرياضة النسائية للاتجاه ناحية تنمية المجتمع. يعني هي مش بس الرياضة، لا، هي الرياضة وعن طريقها تنمية المجتمع، وتنمية المجتمع ده السيدات والشابات وكل حاجة. بالمناسبة يعني أخذا أو استكمالا لجملة حضرتك الرياضة النسائية، هل في ممارسة الرياضة في مشكلة عند السيدات أو عند الفتيات بالمقارنة بالرجال؟ هل عندنا نقص ما في تواجد النسائي في عالم الرياضة في مصر؟ هو الحقيقة بتختلف من منطقة لأخرى على حسب الثقافة الاجتماعية اللي موجودة. يعني في مناطق، دي خلفية السؤال عشان كده بسأل حضرتك السؤال. في مناطق بتبقى ما فيها مشكلة خالص، ما فيهاش مشكلة خالص. يعني كل المحافظات الكبيرة في مصر كلها ما فيهاش مشكلة تقريبا يعني. بس في مناطق فيها مشكلة الناحية الاجتماعية، لكن ده ما يمنعش ان فعلا بدأنا حاليا، وبدأت السيدات والبنات حاليا، وبدأ الفكر بيتغير ان الرياضة ده شيء بيحمي الشباب، سواء شابات او بنات او اولاد. الرياضة شيء جميل، بتضيع وقت، بتكتسب ثقة في نفسك،
بتبقى صحيا احسن. فالرياضه دي شيء مهم جدا جدا. طيب كابتن منى، هل ممكن نقول يعني في لسه مشاكل بتواجه الرياضه النسائيه في مصر؟ يعني هل لسه عندنا ثقافه مثلا ضد هذا الامر، او بعض عدم الاهتمام مثلا من قبل بعض المؤسسات؟ هل في حاجه من هذا النوع؟ يعني انا ما اقدرش اقول ضد، بس اقدر اقول التشجيع اقل. يعني عشان نبقى واقعيين، تمام. يعني هتلاقي الاسره في مناطق في مصر مختلفه، بنتكلم على الشمال او في الجنوب، تلاقي الاهتمام اكتر بالرياضه من ناحيه الشباب اكتر من البنات. فاحنا بنحاول ندخل رياضه البنات كجزء من التنميه الاجتماعيه، رياضه السيدات، سيدات ال مش بس الفتيات بس كمان السيدات، يبقى في اهتمام بيهم، وده بيعمل تنميه مجتمعيه وبيعمل راحه من الناحيه الاجتماعيه الثقافيه، في تنفيس للمجهود اللي بتعمله المراه في البيت وفي العمل، هي شايله الشيله تقيله يا الحقيقه. فده نوع من توجيه الشكر لهم والتنميه لهم. بس هي في حاجه، يعني لو احنا هنتكلم عن المجتمع المصري، ولو ان هو اتغير في السنوات الاخيره، ولكن ما زال برضو في بعض القرى والمحافظات المراه يعني او الفتاه بقى في سن مبكر بتتجوز، وانس ان هي اتجوزت خلاص ما بيبقاش في اي اهتمام اصلا بنفسها، يبقى بتخش في سكه الانجاب وغيره، وبتفقد اصلا اهتمامها بذاتها، وده يمكن في المحافظات زي ما بقول لحضرتك كتير، واكيد موجود برضو في العاصمه يعني. فازاي انا اقدر بقى اخش واتوغل في هذه الثقافه وافهم البنت نفسها ان هي مش بس هي دي الحياه، لا ده انت لازم تخشي وتندمجي وتمارسي رياضه، اصل الرياضه البعض بيراها يعني لو حضرتك تتفقي معايا رفاهيه مش شيء اساسي، ففي هنا برضو صعوبه. وطبعا في صعوبه، ولسه في فكر اجتماعي بينظر للفتاه او المراه على ان هي خلاص دورها ان هي جوه البيت وبس. حتى اللي بتعمل عشان ترجع جوه البيت وبس. فاحنا بنحاول ان شاء الله يعني عن طريق اللجنه دي توسيع المجال للفتاه او السيده ان هي تخرج بره البيت تمارس حياه طبيعيه، يبقى فيها جزء منها الرياضه، والرياضه دي تنفيس مهم جدا، والرياضه دي توعيه اجتماعيه اللي عن طريقها كتوعيه المراه توعيه الاسره كلها ان شاء الله. حضرتك قلتي ان كره اليد مسنودة على حد تعبيرك أو مدعومة من قبل القيادة السياسية ومن قبل الحكومة ومن قبل وزارة الشباب والرياضة بطبيعة الحال، وخصوصا أن احنا عندنا فرق قوية جدا في كرة اليد وعندنا منتخب قوي بالمعنى الحرفي كمان. هل الرياضة دي برغم كل التفاصيل اللي أنا بقول لحضرتك عليها مظلومة إعلاميا وصحفيا بالمقارنة بكرة القدم مثلا؟ هو الحقيقة في مصر ما فيش مقارنة حاجة مع كرة القدم، عشان نبقى متفقين يعني. كرة القدم أي لاعب ولو درجة تانية بيعطس بيكتبوا اللاعب الفلاني عطس وهكذا. فتلاقي مثلا فرقة كسبة بطولة أفريقيا وواخدة ميدالية ذهب وكاس وبتاع، وبعدين يكتبوا مقالة قد كده مثلا إن فرقة الفلانة الفلانية دي كسبت كذا. هل خدتوا بقى أي خطوات لتغيير الوضع ده؟ يعني إحنا بنحاول بالإنجازات، ما إنجازات كرة اليد في مصر حاليا في الفترة دي والفترة السابقة يعني انجازات قويه جدا، مفيش يعني بعيده جدا عن اي فرقه تانية. احنا بنكسب شباب وناشئين ودرجه اولى، البنات لما بتخش بنكسب افريقيا شابات وناشئات، يعني احنا بنبذل اللي عندنا، بنعمل المجهود كله بحيث ان احنا الناس تاخد بالها منا. برامجنا ودوراتنا وبطولاتنا واضحه عيان الشمس، بس مش هنروح نقول للناس يا جماعه بصوا بصوا يا جماعه بصوا، يعني المفروض بقى الناس تبتدي تهتم بكره اليد. وبالرغم من كل الانجازات اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، ستيل لسه عندنا المشكله اللي انا بكلم ما حضرتك فيها. ثقافه كره القدم في مصر، هي كره القدم هي اشهر لعبه في العالم كله على فكره، مش العالم بس. اعتقد مش العالم بس كله، مش احنا بس. لكن احنا نامل ان احنا كاللعبه الرياضيه الثانيه في مصر ان احنا ناخد كم كبير من الاعلام الفتره اللي جايه ان شاء الله، خصوصا ان احنا عندنا اعظم حدث هيحصل في العالم كله بعد فتره الكورونا الفظيعه دي اللي من تقريبا فبراير اللي فات، يناير اللي جاي باذن الله 2021، هيبتدي العالم كله باكبر حدث هيحصل في العالم من هنا لغايه يناير. مش هيحصل حاجه، مش هيحصل بطوله عالميه، اول بطوله عالميه هيبقى فيها العالم كله بيشترك فيه هي ان شاء الله في يناير اللي جاي 2021 في مصر. فاحنا هنبدا الرياضه في العالم.
احنا عايزين نستغل ده كمان للترويج للسياحه في مصر. يعني زي ما حضرتك قلتي اول بطوله عالميه هتبقى من ساعه التوقف والحظر، فاحنا ازاي ممكن كمان الملف ده يساعد؟ يعني هل في خطه اوريدي موضوعه علشان نساعد ده، او يعني كمان ننهض بقطاع السياحي ونستغل يعني بطوله عالميه زي كده ربما هيحضرها ناس كتيره جدا من الخارج لو طبعا الطيارات والمطارات سمحت؟ يعني أنا متأكدة أن دوت هيحصل إن شاء الله، لأن في اللجنة العليا بتضم وزير السياحة، وزير التعاون الدولي، وزير الرياضة طبعاً، معالي وزير الرياضة طبعاً ده شعلة نشاط، معالي رئيس الوزراء نفسه مهتم جدا، فاكيد هيحصل حاجه زي كده، اكيد هيحصل حاجه زي كده. بس هيبقى في كمان تغطيه اعلاميه عالميه، يعني مهم جدا ان يبقى في صحافه عالميه موجوده بتغطي حدث عالمي زي ده على الارض المصريه زي ما بنقول. ناويين تعملوا مثلا حفل افتتاح او مباريات معينه في مناطق معينه استكمالا لسؤال نهاوند، فكره ان احنا نستعرض التاريخ والحضاره والجمال اللي عندنا في مصر، زي ما بنشوف مثلا في مباريات او بطولات السكواش اللي بتكون معموله تحت سفح الاهرام باضاءات جميله وبتغطيه حلوه، ناويين على النوع ده من الامور؟ اكيد حفل القرعه اتعمل تحت سفح الهرم طبعا، وتعتقد ده كان حاجه جميله جدا طبعًا. مبهره جدا، وحضر فيه 30 دوله من 32 دوله عشان في دولتين لسه مش عارفينهم، وكان حدث عالمي. ان شاء الله حفل الافتتاح هيبقى في القاعه الرئيسيه في استاد القاهره، ودي بتضم او دي بتاخد 22,000 متفرج، على حسب بقى ساعتها هيبقى العدد كامل ولا 50% من العدد، هيبقى 11,000 بس على حسب كورونا بقى ولا على حسب الوضع الصحي ايه في العالم كله يعني طبعا. واذا كان ده اللي حصل في حفل القرعه فما بالك باللي هيحصل في حفل افتتاح بطوله العالم. بالمناسبه كورونا اثرت على اي خطط كنتوا انتوا حاطينها؟ اثرت؟ عطلتكم عن امور معينه الفتره اللي فاتت؟ عطلت العالم كله، كورونا عطلت كل العالم، مفيش حاجه طبعا. في الدنيا حصلت قبل كده عطلت كل العالم، ومع ذلك فالانشاءات والترتيبات اللي بتتم على قدم وساق تحت اي ظرف، واحنا ان شاء الله في اول شهر 10 هتكون خلصنا من كل الانشاءات اللي مفروض ان هي بتجهز خصيصا للبطوله دي. عندنا 4 استادات منهم استاد القاهره، وده بيتم تحديثه على احدث نظام من التكنولوجيا باحدث حاجه وصلت لنا من الاتحاد الدولي، وده اكبر استاد يمكن في افريقيا واسيا. بعد كده في 3 استادات جداد، واحد في العاصمة الإدارية الجديدة وده بيسع تقريبا 4500 واحد، وده برضه هتم على أحدث النظم والتكنولوجيا الحديثة والشاشات وكل حاجة. في استاد برج العرب وده برضه تقريبا نفس العدد، وبرضه هيبقى على أحدث نظام في الدنيا. وطبعا الأيقونة بقى اللي هو استاد أكتوبر، ده مش استاد، ده مجمع، ده هيضم اتحاد اليد واتحاد يد افريقيا ومكتب للاتحاد الدولي، هيضم فندق، ملاعب، ملعب رئيسي، مطعم، كافيتريات، جراج، صرح عظيم. الكلام ده كله معناته ان احنا كبنية أساسية في مصر، احنا على مستوى العالم احنا زينا زي اي حد، زي اقوى دوله في العالم. احنا جاهزين لاي حاجه في العالم. احنا اللي بيحصل ده دلوقتي يعني قمه في البراعه والاتقان في العمل. صحيح، كلام محترم، واحنا نتمنى ان شاء الله يعني البطوله تبقى اكثر من رائعه، وكل الدعم لبلدنا باذن الله دايما كده، وكمان تبقى في ترويج بنسبه كبيره جدا، يعني حتى لو مش عن طريق الصحافه فقط، عن طريق السوشيال ميديا احنا لازم نستغل الحدث ده. كلام كريم، دايما بنتكلم عن النقطه دي ان احنا دايما لازم نعرف ازاي نروج لبلدنا باي حدث رياضي. فكره هنا الرياضه السياحيه او السياحه الرياضيه دي من اهم يعني رياضات الدول كتيره جدا قايمه عليها، زي مثلا دبي او يعني الامارات تحديدا دبي. فنتمنى كل التوفيق ان شاء الله كابتن منى لحضرتك ولينا جميعا باذن الله. نورتينا يا فندم. شرفتينا وسعداء جدا باللقاء بحضرتك، وان شاء الله اللقاء اللي جاي باذن الله بعد يعني نشوف كلنا نجاح مدوي لانطلاق مونديال 2021. شكرا جزيلا لوجودك. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن كريم. شكرا كابتن نهاوند. الاسبوع خلص بسرعه والله. ميرسي يا فندم. انا عاوزه لقاء تاني ان شاء الله بعد ما نخلص المفاوضات. خلاص تمام، عشان نعرف صحيح ايه القرارات. صاروخي.
بتشرف. طب احنا لسه ممكن نختم قبل حاجه تقومي بس نقول للناس لا ما نقولش حاجه لا هنقول باي باي بس يعني هنقول باي باي هنقول باي باي نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي باذن الرحمن وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.